ما الجهاز المنزلي؟ يعني هاي أرجع عيد أوقفي. ما الجهاز المنزلي الذي نستخدمه كل يوم تقريبا؟ وين تبعي منه؟ هذا فوقنا. يلا حسين. البلازما، التلفزيون. لا. التلفزيون. برافو. رقم ثلاثة. عيد؟ لا لو. ما يحتاج. يلا. الأوتي. المكواد. الأوتي. خليتيني أقول. كم يوم يعني يومية تستخدمين؟ أي مو عندي أطفال يروحون للمدارس وعندي لا. دوام. يعني مو مثل التلفزيون. يعني من أقول تلفزيون تلفزيون مشعول، يمكن التلفزيون يبقى بدون أنه أحد يشوفه، مو صح؟ فإذا تفضلي أخت شهلة وتفضل أخت حسين. دقيقة دقيقة، تعالوا 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 تعالوا. أنا هذا نسيت، أنت أخذته. نعم. نسيت أسأل. نعم. حسين خوية نلعب وياكم نسألكم لو. لا نلعب ويا تكريتي. يلا أنت قرر. نثبت إحنا على فريقنا. عفية. تفضل أخت شهلة. يلا هذه فرصتكم. يا الله إن شاء الله. هذه فرصتكم. حتى تربحون، لأنه 300 عندهم، فلازم تفتحون كل الاحتمالات حتى ينضرب. إذا تطلع الأرقام كلها يعني 100، ففي في في 3 300 يعني 370 إن شاء الله. فأنتوا أيضا همين تربصوا. السؤال سألناه 100 عراقي وعراقية، ما الجهاز المنزلي الذي تستخدمه كل يوم تقريبا؟ ليه؟ نعم. الثلاجة. الثلاجة. نعم. الثلاجة. طبعا. ما الجهاز الذي تستخدمه كل يوم تقريبا منزلي؟ المجمدة. ها؟ المجمدة. المجمدة. يا سلام. للخبز. ها؟ للخبز وطالع خبز. المجمدة. لا. خطأ خطأ أول. الثلاجة والمجمدة كلها نستخدمها سوا. يعني الثلاجة نفتح شيء العلاقة الأشياء المبردة وفوق المجمدة أو بابتين. لا هي كلها تجي. سيف. لا خلي يركزون بدون كلام حتى يركز. ما الجهاز المنزلي الذي تستخدمه كل يوم تقريبا؟ مايكرويف. المايكرويف. مايكرويف. صح. يطلع جهاز طبخ. جهاز طبخ ليش؟ لان اكو طباخ، اكو اوفن. اوفن مو مايكرويف. اوفن اوفن اوفن.